كما يعلم الجميع اليوم تم إعطاء انطلاقة المقر الجديد للوكالة الحضارية. هذه الوكالة الحضارية اللي كتتواجد منذ 20 سنة، وطبيعة الحال الهدف الأساسي من هذا المقر أولا خلق واحد الفضاء للمرتفقين والساكنة والمواطنين باش نستقبلوهم في ظروف جد مهمة. ثانيا خلق هذا الفضاء للموظفين باش يشتغلوا في واحد الفضاء جد مريح ويعطيوا من المزيد من الاجتهاد لمواكبة جميع مشاريع الساكنة على مستوى تدخل الوكالة الحضارية. وبطبيعة الحال هذا المقر تم بناؤه بمواصفات هندسية عصرية مع بطبيعة الحال استعمال النجاعة الطاقية، وكذلك هذا المقر غادي يكون من المقرات من الجيل الجديد للمقرات، لانه غادي يتجه نحو المقر الذكي باستعمال جميع يعني ما جميع المواصفات نتاع المعلومات الجديده. بهذه المناسبة العظيمة والكبيرة وهي علي عيد المسيرة الخضراء، نتواجد هنا بجماعة أنقاد عمالة إقليم وجدة لتدشين واحد الوحدة صناعية، وحدة صناعية في قطاع النسيج. هذه الوحدة هذه اللي هي كانت في إطار واحد الاتفاقية اللي كانت برمتها الجهة مع عدة مصنعين، واليوم الحمد لله كانوا وصلوا هذه ثالث وحده التي يتم الافتتاح ديالها. هذه الوحده هذه اللي كانت بدعم من مجلس جهه الشرق، اللي اليوم غادي تشغلنا تقريبا 316 وظيفه. اليوم الحمد لله يعني هذا البرنامج اللي سطرته الجهه في اطار دعم المقاولات بدا كيعطي الاكل ديالو، وقريبا ان شاء الله سيتم تدشين وحده اخرى بمدينه قرسيف بجماعه تدارت. وان شاء الله غادي بهذه المناسبه المقبله غادي نعطيكم البرامج ديال جميع الوحدات اللي بدات الاشتغال ديالها، ونعطيو حتى تاريخ المواعيد ديال الافتتاح ديالها. ولهذا غادي يوفرنا واحد العدد كبير ديال مناصب الشغل. اليوم حنا كنتواجدوا على الشريط الحدودي، وهذا هو الغرض من هذا الدعم لهذ الشركات اللي كتستثمر واللي كتشغلنا، لان اليوم حنا على بعد الكيلومترات القليله جدا على الشريط الحدودي، واستفدوا منها تقريبا الساكنه ديال هذا الشريط في هذه الوحده هذه. اليوم هذه ثاني وحده في نفس المكان وثالث وحده يعني على صعيد الجهه، وان شاء الله غادي يكونوا وحدات صناعيه اخرى. اليوم مناسبه ذكرى نتاع المسيره الخضراء، اعطينا الانطلاقه الفعليه ديال هذه الوحده الصناعيه اللي كاينه في واحد المنظومه صناعيه كبيره ديال مجموعه شركات فيندي. اليوم هذه الوحدة الصناعية اللي كاينة في لا تكنوبول ديال وجدة اللي سميتها فيندي شور، اللي تابعة لهذه المجموعة المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، كانت على واحد المساحة نتاع 4600 متر كارية، والتكلفة الإجمالية ديال المشروع على شطرين هي 43 مليون ديال الدرهم. اليوم عطينا الانطلاقة نتاع الشطر الأول واللي غادي يخدم لنا 350 يد عاملة مباشرة وقارة. في نهاية السنة إن شاء الله غادي نوصلوا لهذا الهدف اللي هو 350 نتاع اليد العاملة، ومن هنا سنتين إن شاء الله بعد الانطلاق اللي عطيناه اليوم غادي نديروا يعني غنعطيو الانطلاقة نتاع التوسعة الثانية ديال المشروع، اللي مقدرين أنه نهاية 2020 إن شاء الله يعطي يعني يكون ساري المفعول، واللي غادي يخدم لنا كذلك 350 يد عاملة، يعني المجموع إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون ما بين 680 و700
يد عامله قاره في لا تكنوبول ديال وجده. برنامج اللي انخرطت فيه المجموعه الصناعيه ديالنا استفد من دعم مهم جدا من وزاره الصناعه في اطار البرنامج نتاع التسريع الصناعي بلون داكسيليراسيون اندستريال، وكذلك استفد من الدعم نتاع مجلس جهه الشرق في البرنامج نتاع التنميه الاقتصاديه اللي كيديروا مجلس جهه الشرق او التنميه الاقتصاديه اللي الهدف منه الاساسي هو يعني التقليص من المعدل ديال البطاله اللي عندنا في الجهه ديال الشرق.